السلام عليكم حبيباتي صحباتي خواتاتي المتابعات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم جيتكم بهذا الفيديو خاص بتعليم الكروشي. نعتذر على القطع هذا الذي دام ما بليش قديه دو سمان ولا هاكي تعرفي تاع الدار والعمل تاع الدار والاشغال تاع الدار والراحه ديال الصراحه ليسونسييل لي فان تاعي وليت لكم باه ندير لكم الدرس الرابع تاع هاد الكروشي. الدرس الاول درنا العقده عقده البدايه، والثاني درنا مسك ابره الكروشي زائد غرزة السلسلة. ثالث درس ثالث درت غرزة حشو. المرة هذه راح ندير لكم غرزة منزلقة، عفوا. بون نبداو على بركة الله هذا العمل. توجور حنا كي نبداو كأي غرزة نديرو عقدة البداية. بون يعني راكم شفتو عقدة البداية هذه هكا، دايما نذكركم هاي عقدة البداية اللي ما عارفين نديروها. والثانية على الهواء، هاي على الهواء ديري هكا وتردي هذه هنا ها وجبدي، هذه هي عقدة البداية. بون نبداو نديرو عشرة غرزة سلسلة. بسم الله أحد الله، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. بون نعرف لكم غرزة هذه المنزلقة. غرزة المنزلقة هذه نعمل بها أثناء العمل، وهذا بهذه العق هذه الغرزة عفوا ننتقلوا بها من غرزة إلى أخرى. هذا هو الدور تاعها، ما نطلعوش بها العمل ولكن نخدموا بها اثناء العمل. هذه هي التعريف تاعها، ودرك نعطيكم كيفاه تخدم. هذه هي بون للمبتدئات ولا للمحترفات وعندهم مده ما خدموش يتفكروا ليسونسييل. بون الغرز كل ندوروا هذا الخيط هذا اللي هنا ونديروا الغرزة. هو هذه المنزلقة نديروا طول نخلفوا عين هذه، ولا غرزة سلسلة وحدة نديروها ارتفاع وندخلوا في الثانية هكذا، ونجبدوا الخيط هذا ونزيدوا نجبدوا هكا العين هذه نزيدوا ندخلوا هك ونجبدوا الحلقة الأولى والثانية، وهذه كذلك ها نجبدوا الاولى والثانيه. ولا في العمل كي نعودوا اثناء العمل هاك نديروا بعد هاك هاك ها. هذه هي غرزة المنزلقة ها، كملوها كامل خط كامل باه ما يطولناش الفيديو ها ها. سهله مهله، هذه هي هذه هي غرزة منزلقة ها. بون هذه هي عقدة صافي الله يا ربي عفوا يا ليفان تاعي غرزة المنزلقة. نطلعوا غرزة سلسلة واحدة وندوروا العمل تاعنا هكذا. بون توجور نسيت توجور هذا الخيط اللي لاصق في الكبة، الكبة دايما توجور على اليسار، وهذا الخيط الزايد نديروه على اليمنى ليسونسييل. دوك نعطيكم كيف هذا ان اكزومبل برك مثل. بون نخليو هاد العين هذه ودرك ندخلو للثانيه توجور ما نديروش هكا اللي تعود فيها تزايد، كون نديرو هكا زايده نخليو هذه ونوليو توجور الثانيه توجور نبداو بالثانيه ندخلو. دوك نعسلكم نتجاهلو قداه الغرزه حدا لها الغرزه هذه بار اكزومبل باه ننتقلو نقولو للرابعه نزيدو لهذه هاني ننتقلو بار اكزومبل هكذا
هكذا ونزيدو هذه العين اللي وراها الغرزة، ولا نزيدو ننتقلوا للثانية. حنا وفي الثالثة نزيدو ننتقلوا هذيك ان اكزامبل بركة هكذا. حنا زعما تجاهلنا هذه، درنا منزلقة باه نتجاهلو هاد الجهة، هذه المسافة هذه، ونطلعوا زعما ها طلعوا هكا نرتفعوا شغل في بلاصة عمود ارتفاع، ونبداو زعما العمل تاعنا نديرو الاخر تاعنا العمود. ها درنا بدينا زعما نكملوا لو طرافاي تاعنا هكا. ها ما قلقتنيش هذه، شوف وكنا ننتقلوا من حتى لهنا ما نديروش هذه المنزلقه، تجي مكمشه هكا وتجي العمل تاعنا فازد. هذه هي هذا اكزامبل، هاني يعني نعت لكم الغرزه اشاك فوا لي فان تاعي ولا المشاهدات ولا المبتدئات اللي طلبوا مني هذا العمل، عاودوا الفيديو تفهموا هذه الغرزه. وكاينه ثاني حاجه اخرى نديرو باه نديرو زعما دائره، كاينه الدائره السحريه هذه ومن بعد نعتها لكم، وكاينه نقولوا بار اكزومبل حنا نديرو دائره، كاين عمل اللي نديروها بالسلسله هكذا عقده البدايه، ومن بعد هاك اشاك فوا نرجعوا هذا اللي هذا اللي خسر على اليمين واللي في لاصق في البكوره باردون اللي في الكبه على اليسار. بون نبداو نديرو احد الله اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هذه الغرزة نديروها باه ننتقلوا بالعمل تاعنا نديرو منزلقة باه نغلقوا هذه الدائرة. ها هذه هي ونبداو لو طرافاي تاعنا بيان سور. هذه هي هذه اني دوزيام اكزامبل ليسونسييل، هذا هو هذا هو الدرس تاع اليوم تاع غرزة المنزلقة كيفاه تخدم. سمعني درتكم التعريف تاعو وكيفاه عطيتكم دو اكزامبل دو اكزامبل ليسونسييل. هذا هو العمل تاعنا تاع اليوم وهذا هو الفيديو تاع اليوم. واش نقول لكم؟ الى اللقاء في الدرس القادم ان شاء الله، ونقول لكم سلام.